تعال نجيب شاهد من أهلها. أهو وشهد شاهد من أهلها. يا رب يرد علينا. بكلم عبد العم عبد البسط حمودة. يا رب يرد علينا. يا رب يرد علينا. أقسم بالله العلي العظيم اللعيبة ما قعدت أكتر من الواجب ومشيت قبل 9:30 ما تدق. عرفتوا يا أهلوية أنتوا ضحية إيه؟ عرفتوا إن الموج عالي والكل بيشارك في خرق السفينة؟ عرفتوا يا أهلوية؟ عايزين يودوكم لفين؟ بتدمروا في الفرقة وتدمروا في الدنيا كلها. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو عم عبد الباسط حمودة يا نجم الكون يا امبراطور الأغنية الأول يا حبيب قلبي يا غالي. يا رب يخليك يا زين حبيبي. والله العظيم امبراطور الأغنية، ومن غيرك ما في مخ بيتكيف إلا على صوتك يا حكمدار الأغنية الشعبية. يا رب يخليك يا نصورة يا حبيبي. والله ما بجاملك يا عم عبد الباسط. ربنا يخليك لينا يا حبيبي يا رب. يا ربنا يديمها عليك نعمة يا أبو ماجد يا جميل، ويخلي لك ويخلي لك الحجة ويديم عليك النعمة والعافية يا حكمدار الأغنية. الله يبارك لك يا أبو زدان يا حبيبي. عم عبد الباسط عايزينك في شهادة الوقت. عايزينك بشهادة لوجه الله. بيقولوا اللعيبة بتاعت الأهلي قعدت سهرانة معاك للساعة 3 الفجر في الفرح. أقسم بالله. فضل. والله العظيم والله العظيم والله العظيم 3 إيمان بالله العظيم. أنا كنت بغنى على المسرح الساعة 8 الساعة 9 كان كله ماشي. والله العظيم كان كله ماشي. لكن للساعة 3 دي لا، ولا الكلام الفارغ ده كان لا لا لا. يعني انت اصلا مشيت الساعة 9؟ انا بقسم بالله. الساعة 9 كانوا خدوا بعضهم ومشوا. وانت خلصت اصلا 9؟ والله انا بكلمك بامانة. شهادة هنخش بقى القبر. يا محمد الساعة 8 انا بشتغل، وبعدين زي اي واحد انا من ايوه يا عم عبد الباسط بقى واحد ما يصدق يتنشى على حد يسلم عليه. تمام. وبعدين انا خلصت الساعة 9 الا ربع، كانوا هم حتى ما لقيتهمش عشان اتصور معاهم كمان. انا عارفك انك انت بتبقى حريص، واخر صورة ليك كانت مع الكابتن محمود الخطيب في احد الافراح. طب ما انت عارف اهو. حبيبي يا حكم دار. يعني ما لا والله العظيم 3 حرام. انا هناك. ده عشر يعني 9 بالظبط. ابص الجماعة ما لقتهوش. حتى بقول له يعني انت يا قفشة بتسيبني من غير ما تتصور معايا؟ قال لي معلش يابا عشان عندنا تدريب وبتاع والحاجات دي. قلت له روح يا ابني ربنا يوفقك. يا سلام. والله العظيم والله العظيم يا ناصر اقسم بالله. عارف يا عم عبد الباسط يا عيني. اقسم بالله اقسم بالله يصدق يصدق ما يصدقش. اقسم بالله اقسم بالله 9 الا ربع كانوا بيجروا على عربيات وماشيين. انا بقسم لك بالله. والله العظيم يا عم عبد الباسط انت راجل محترم. ظلم كله قاعد. وبعدين انت فاهم ان جمهور الاهلي زواق، لكن في ناس تانية بقى عايزة تعمل ترند وتوقع الدنيا. سلام عليك يا حكم دار. يا سلام عليك يا مالك يعني. يا سلام عليك. جمهور الاهلي زواق وفاهم. جمهور الاهلي زواق وفاهم. لكن في ناس تانية ربنا يكفينا شرهم عايزين يركبوا الترند. ويلخبطوا حال الاهلي. الاهلي عمره ما هيتلخبط. عايزين يشتتوا دماغ الجماهير ودماغ الاهلي. مؤامره قذره. لكن الاهلي ثابت وجوده ومظبوط وتمام، والاهلي مش اي حاجه. يا حكم دار
مش هسيبك غير لما تمزج الالاف اللي معايا باي حاجه. يا دنيا طفيت الجمال، ايوه يا نفس كترت دمعي، العمر راح حضر يا ابو زدان يا حبيبي. حبيبي اذا كنت انا خاف عليهم قبل من اي حد، عشان دول بيمثلوا نادي الاهلي. ايوه انا خاف عليهم قبل اي حد، عارف ان الحاجه والدنيا كلها عندي اهلاويه. ايوه طب لازم اخاف عليهم، ده اسمه كلام. ولادك زي ماجد طبعا، وزي رامي وزي كريم وزي ماجد، ولاد ربنا يخلي. صح صح ربنا يخلي. سيبك بقى من اللي يقول لك ايه الساعه 3 والساعه مش عارف ايه، عايزين يوقعوا الدنيا ببعضها ويشتتوا دماغ الاهل ويشتتوا التفكير ويشتتوا ده كله. الاهل ثابت وجوده صامت، ما بيقولش لو عارف. معلش عشان خاطر عبد الناصر عندك، الناس عايزه حته من 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 رائعة الحكمدار. وانت بقى ما انت عارف بقى، ابص في فجأة لقيت ابص روحي فجأة. ايوه لقيتني كبرت فجأة كبير، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. ليه يا مريتي، ليه حكايتي يا عبد الناصر يا حبيبي. يا حبيبي يا حكم دار يا اصيل، شهادتك شهادتك للتاريخ. التعليقات اللي عمل عليها الحق ده الساعة 3، الساعة مش عارف ايه، الحقوا الحقوا الساعة 3 ايه دول؟ كنا ننام هناك على الكورنيش. حاجة غريبة يا اخي والله. لا بس بقى انا عايز اقول 3 يا عم قفشة ده مؤدب والمؤدبين. بقول له قفش هتصور معاك وجري. اه والله ومش، لكن بحق الله يا عبد الناصر انت عارف كلام اخوك معاك. لا 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 ابو الرجوله والجدعنه والصدق يا عم عبد الباسط. لا الساعة 9 كانوا ماشيين، 9 بالظبط يعني كانوا بيجروا، لكن 3 3 اللي هم رايحين ايه؟ قال لك قال لك الفرح كان في اسكندرية. اسكندريه يا عم ده جنب الكورنر جنب الاذاعه والتلفزيون، مش قلت لك انا ربنا يخلي اخواننا البعدة. انا حمدت ربنا اني ما عرفتش في شرم ولا في شرم 7 ساعات. يعني بحمد ربنا يعني. قال لك ايه وراح عارف جنب يا يا عم عبد الباسط، ده الكونر بينه وما بين الاهلي 5 دقايق يعني، ما فيش حاجه. راحوا عملوا الواجب يعني هيخش كده خلاص بقى عندنا بقى في الجزيره. صح. وعارف يا عم عبد الباسط، عارف قله الادب يا عم عبد الباسط، يقول لك كل لاعب كل لاعب واخد 50,000 جنيه عشان يروح الفرح. مين ده؟ والله العظيم كاتبين كده، ان كل لاعب من الاهلي واخد 50,000 جنيه والراجل بتاع الفرح جايبهم بالايجار. لا 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 بالإيجار. طب انت بعقلك انت هم محتاجين 50,000 جنيه؟ ولا في واحد يعمل فرح يجيب ناس يدعيها بالفلوس، كلام لا يعقل. عشان يدفع فلوس؟ كلام لا يعقل. ده فين الكلام ده؟ ما كانش حد يقول بقى لما واحد يجي يقول لي تعالى اعمل لي فيديو عيد ميلاد ابني ولا بتاع اقول له هبطل. لا وانت ابو الواجب، ده انت اي حد بيطلب منك حاجه لله. ما انت ما بتقابلني. صح. اي حاجه انا عمري بقول لحد لا 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 يا ريت. انت سايب الرزق على الله، واللي فيها ربنا ما بتغرقش. واللي يقول يقول يا عم الحاج. وخلي بالك ام واللي يقول يقول يا عم عبد الناصر. وخلي بالك ام رامي عزماني على مهشي وعلى غدا. لا والله العظيم 3 لو جيت يا بنت اعمل لك الباميه الويك اللي انت بتحبها. انا بس انت شوف يوم ما تكون فاضي وخلي ماجد. يا عم انت 100 مره توعدني. لا لا ما بص انا مستني، خلي ماجد يقول لي ابويا مستنيك يوم كذا. وانا اقول لي قفشه اديني 25 من اللي انت خدته. حلوه يا حكم دار والله. طب امال ايه بس يا حاج؟ والله العظيم انت تقتنع بالكلام ده؟ لا 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 طبعا لا 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 يا راجل بلا قله ادب. صح. 50,000 جنيه
مين محتاج 50,000 من النادي الاهلي اللي كله وكلهم مبسوطين وربنا يزيد. وبشوات البشوات يا حاج حرب قذره يا عم عبد الباسط يا عم، خلاها على 50,000 يورو، كانش حد غلو. ده لا يا راجل قله ادب، حتى اذا كان المتحدث مجنون المستمع عاجل. ده ايه ده 50,000 ايه؟ قال لك 50,000 والفرح في اسكندريه وباعوا القضيه وعندهم ماتش يوم السبت وراحوا سهروا هناك، وسيد عبد الحفيظ اسمع لسه ما قلتلكش دية، وسيد عبد الحفيظ خصم من كل واحد 300,000 جنيه. يا لا اول لا طلع كذب الخبر سيد طلع كذب الخبر، ومستأذنين ده، هم مستأذنين من الكابتن سيد، قالوا له فرح في كونوراد رايحين 5 دقايق عشان العريس قريب فلان الفلاني تبعنا، راحوا زي ما انت. وفعلا ده حقيقة، فرح واحد اسمه المعلم الديزل. المعلم الديزل الله ينور عليك. ايوه راجل محترم وراجل مؤدب. وخلي بالك المفاجأة قبل ما اقفل معاك، انا كنت معزوم في الفرح ده بس مراتي كانت في المستشفى. خلاص انا هقول لقفشه اديني 25، انت بتضحك عليا؟ صح. وانا اخد ال 25 الثانيه. يا عم لا يا عم والله العظيم العيال محترمه، العيال كده. واقول لك على حاجه، انا اللي قلت له النبي قفشه تعالى، العروسه والعريس بيرقصوا والديزل ده بيرقص، قلت له النبي تعالى سلم على العروس والعروسه فوق وطاروا. بقول لك وبينهم وبين النادي ما فيش 5 دقايق. ايوه ما انا عارف يا عم عبد الباسط، يعني حاجه غريبه يا اخي. قول لي بقى الواد عمر كمال ادالك الفلوس اللي عليه ولا لسه؟ لا عمر ده ابن حبيبي ده. والله ولد محترم ومؤدب. ابن حلال. بس خلي بالك يا حكمدار، انت اللي ظبطت له دماغه. انا اللي ايه؟ انت اللي ظبطت دماغه. ما اللي بيقول لك ان كان جارك في خير افرح له وادعيله. هو بيحبك وسمع كلامك فظبطت، عمل ظبط زوايا. لازم 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 تاخده على هواه. لانك انت ابو الاصول ومعلم في الاصول. لا مين اللي قال لك الكلام ده؟ عبد الناصر على الله. وسيد عبد الحفيظ خصم سيد عبد الحفيظ طلع كذب الخبر، لسه هنتكلم. خلاص وانت مكالمتك دي خلي بالك ملايين هيتفرجوا عليها، وجابت الدنيا الزلمطحيه كلهم لمس اكتاف. المكالمه دي جابت الزلمطحيه لمس اكتاف. تسلم يا ابو رامي. بترفع دماغي فوق. صح. البوسه جت في بق يقول لك علقوا عليها. صح. ربنا يديم عليك حب الناس يا ابو رامي وتسلم، ربنا يخليك ليا يا رب. حبيب سلام يا ابو رامي. حبيبي يا ابو رامي.